هو لأن المشكلة هي عند سوء الفهم، سوء فهم الرسالة التي يحاول الرئيس ترامب توجيهها إلى كل من طهران وبكين عبر الأزمات التي يعني هزت هذه العلاقات الثنائية. بعيدا عن قصة الملف النووي الإيراني، هناك حرص من إدارة ترامب على إعادة تأهيل الدول الإيرانية في المنطقة، وليس تغيير النظام. المسألة الآن عندما يتم الموازاة الصين والتماشي والتماهي مع الصين، هذا تحدي آخر من طهران لواشنطن، ويصعب التوصل إلى أي فرصة للتفاهم بينهما. نعلم أن بعد قضية الكوفيد 19 أو الكونغ فلو كما يسميه الرئيس ترامب الطاعون الآتي من الصين، هناك أزمة ثقة وعلاقات مهتزة ومتوترة وقابلة للاشتعال والانفجار في أي لحظة بين بكين وطهران، بين بكين وواشنطن. وبالتالي اصطفاف طهران الآن إلى جانب